بي استسمعك بس في مال عشان نازل مع اصدقائي. نازل مع صحابك؟ ماشي. روح. مليون جنيه. يلا. ايش مليون دي؟ عامل بيها ايه مليون دي؟ تعرف همام انت؟ بعرف همام وبعرف ابوه كمان. همام ده راح عرف ابوه بس ان هو نازل راح عطاله 4 مليون. تعطيني انا مليون؟ ليش؟ مناخيره بثلاث فتحات همام؟ خلاص تشلتني، روح خذ 3 مليون. يلا. ليش؟ همام احسن مني فين؟ والله ما مسامح. مش مليون بس مش مسامح. والمصحف ما مسامح. يا ساتر عليك، ما فيش الحمد لله. ماشي. ايه يا اسطى؟ بقول لك يا اسطى، احنا نازلين النهارده تمام ومعانا العربيه. ايه جاي ولا تجيب الجاي؟ انجز نفسك، خلي بالك عشان احنا بص متلبشين. خليك معايا ثانيه، اروح اشوف الوالد واجيلك. يا ابني اتقل بقى يا ابني، بقى تبقى شغال. استنى بابا لو سمحت بس، بابا يعني بعد اذنك انا، بابا لو سمحت بس بابا، معلش انا بابا بعد اذنك كنت نازل بس مع صحابي ف معلش انا لو سمحت انا بابا بس بعد اذنك بابا، بس عايز فلوس اهو. معلش بابا. ومين قال لك انك نازل؟ ماشي بابا حضرتك، انا بقول موافق يعني. هو ماشي بس بابا، يعني ماشي الدنيا كويس. الكلام ده خلي بالك، الكلام ده حاجه كويسه جدا. بص بقى انا هوريك ازاي تنزل وبدون روت. يا بابا عايز يا بابا. يا ساتر كويس والله العظيم اني جيت على كده. بقول لك ايه يا عمرو؟ يا اسطى المشكله بس في حاجات، يعني انت فاهم، ابويا بس جايب لنا النهارده اكل الجمبري في البيت ده، انت فاهم الدنيا تمام قوي انت فاهم. فابويا بس يعني مش عايزني، يعني بيحب لمتنا. بيحب لمتنا انت فاهم. يا عم خلاص يا عم، انت هتقرفني. ده ايه الشغل اللي احنا فيه ده يا جدعان؟ يا دي النيله. طب بقول لك ايه يا عمرو؟ بص يا عمرو، انا عارف ان انتوا حابين ان انا انزل معاكم في ان انا ما بتعرفوش تخرجوا يعني من غيري. فبص انا اقول لك على حاجه حلوه. انا مكلم ابويا عليك ياما، ابويا بيحبك قوي خلي بالك. انا قايل له عمرو الراجل جدع وفاهم ومظبطه، يعني انت فاهم، يعني مظبطه الدنيا، يعني انا مأمن الدنيا يعني تمام. فانت يعني ايه، ابويا بيحبك يعني. ابويا بيحبك. فانت بص خد كلمه وهو هيوافق. اسمع مني بس، اسمع مني، خد كلمه وهو هيوافق. يا عم هاتوا يا عم. هو ايه يعني بيعود ولا ايه؟ يعني هاتوا لك تكلمه؟ هاتوا يا عم. امسك يا باشا. بقول لك يا حاج، في واحد عايزك على التليفون. مين ده؟ خد بس واحد بيحبك قوي خلي بالك، نفسه يكلمك من زمان. الو مين معايا؟ انا عمو اللي سيف كلمك عليا. ولا انت كلمتني على حد انا؟ لا. ايوه عايز ايه بقى يعني؟ بعد اذنك بس يا عمو سيف، بس ينزل بس معانا الله يرضى عليك. لا 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 لا، ما ينفعش خالص يا حبيبي، ما ينفعش خالص يا بابا. معلش بس يا عم والله العظيم، انا عارف يعني ان انتوا هتاكلوا جمبري النهارده، بس معلش بس. انت بتقول ايه يا حبيبي؟ ايوه عمو، ما حضرتك ما وصيف قال لي ان انت مش عايز تنزله علشان حضرتك جايب جمبري النهارده وعايز تجمعهم كده يعني. الله يخرب بيتك. جمبري النهارده ومش عايز تنزله معانا عشان انت جايب جمبري. يلع. يا فاسك يا كلب يا كلب، دي من البدع يا كلب. والله انا ما عرفتش اربي عشان ابني يقول جمبري، انا ما عرفتش اربي. قلبي ورجلي غضبانين عليك، اقسم بالله، اقسم بالله غضبانين عليك. انا ما عرفتش اربي. ما عرفتش اربي، بس هربي من دلوقتي. وانا كل لما اجي هنا تضربني، وربنا ما انا جاي هنا تاني، ربنا ما انا جاي هنا تاني، وانا كل لما اجي اتضرب.